يعني هل من اللائق ان يطلع الكابتن رضا عبد العال؟ لان انا امبارح ما فضيتش ارد لما بيكون عنده ضيف، ما بحبش ارد عشان ما احرجش الناس مع في, في في الردود على على هؤلاء. يقول لك انا اضفت للاهلي وانا جاي واخد 3 بطولات دوري. على فكره قصه الكابتن رضا جمعني بالكابتن بعمنا العظيم صلاح السعدني قعدات، واتكلمنا في موضوع رضا عبد العال وكيف انتقل للاهلي. ورضا عبد العال بالعكس يعني شهاده للتاريخ، وانا كنت حاضر هذا الدوري، هدفه في شبين طبعا التاريخي اللي جاب دوري للاهلي. ولكن ما تنسوش ان في السنه دي اللي كان بيلعب شبير رضا ما كانش اساسي اصلا، وكان رضا يعني غير مقنع للمديرين الفنيين. ايوه راجل مهاري وعشرة على عشرة وتمام التمام، ولكن كان مثير للمشاكل لانه كان بيقصر في التدريبات. فكيف يبقى اضاف للاهلي؟ فيش حد بيضيف لكيان ولا اضاف، يعني عشان الناس تفكر ان انا برد عشان الاهلي، ولا اضاف للزمالك، ولا يعني هو ينفع النهارده اللي عمل، يبقى احنا نقول ايه يا استاذ احمد في اللي عمله ميسي مع برشلونه؟ نقول ميسي هو الذي بنى برشلونه؟ طبعا. يعني هذه اللي مهما كان انت مين، تتغير انت وغيرك و700 مليون زيك ويبقى الكيان. نقول على الخطيب ايه بقى؟ نقول على التتش لو جبناها من اول السطر مختار التتش ايه؟ نقول على عبد الوهاب سليم ايه؟ احد ساحرة الكرة المصرية رحمة الله عليها. نقول على طارق سليم ايه؟ نقول على طاهر ابو زيد ايه؟ نقول على متركة ايه؟ نقول على بركات ايه؟ انت ما عملتش تمن اللي عملته هذه الاجيال. تمن مين؟ انت ما عملتش 5% يا راجل. يعني ما ينفعش عيب هذا الاسلوب. وبعد كده ايه؟ وتجد المذيع وكانه يمن على الاهلي، انت بس النهارده راضي على موسيماني، يروح راضي بكل تجاوز وعدم احترام، لا وبقم له ومش عارف واعمل ايه؟ هو قال او كاردينول لو لعب ماتش وحش، ايه يا عم؟ اسلوب الجلاد ده ما عادش ينفع في بلدنا في دولتنا الجديده. وارجع واقول ده كلام يا جماعه ينفع على يوتيوب، على فيسبوك، على شاشات ما ينفعش. وانا بقول للدكتور نشأت الديه المحترم والمسؤولين عن قناه تن، يا جماعه اعملوا ضبط اداء للناس دي، عيب عيب. يعني ما ينفعك زي ما بنتكلم على بلية الدلدول واللي بيعمله اللي بيحصل على قناة تن. طبعا انتوا عارفين مين بلية الدلدول. اللي بيحصل على قناة تن لا يجوز. وفي حالة غضب كبيرة جيالي من الاهلوية ان رضا بيتعمد كل ما مشاهداته تنزل ان هو يحتك بالاهلي ويتكلم كلام سلبي عشان يعلي مشاهداته. فده اسلوب رخيص وابتزاز. وإذا كان ليك تعليق اتفضل. أستاذ عبد الناصر، كيان النادي الأهلي كبير جدا جدا جدا، النادي الأهلي وأندية كبيرة، كيانات عظيمة موجودة على مدار التاريخ، وعمر ما أشخاص، الأشخاص دائمون وتبقى الكيانات، يعني جملة شهيرة ومعروفة للكل. أي حد بيجي أوقات بيبقى عايز يعني بالبلدي كده يسترزق، يشتغل على لايكات شوية، يشتغل على ترندات شوية، يعمل ترافيك في موقع. يعني حضرتك تعلم في نجوم كتير بيسعوا، نجوم مش ظاهرة. طب انا اكتب كذا على تويتر جايز الدنيا تتلم حواليا شوية، ولا الفت المعد ده يجيبني في مداخلة رد، ولا ادخل هنا اتكلم، ولا موقع يجيبني ياخد كلمتين انشرهم على صفحتي فالناس ترد عليا. في ناس بتاخد المجال ده، هم متخيلين ان دي نجومية، او متخيلين ان دي شهرة، او متخيلين ان ده نجاح. لكن للأسف هم يعلموا تماما حتى ان الاشخاص اللي بيجيبوهم ولا بيستضيفوهم ولا بيفتحوا لهم مساحه، هم مش جايبينهم يتواضعوا عيونهم، هم يعلموا ان لا قيمه لهم. انا بتكلم على مستوى عام ومش بحدد اشخاص. لكن في ناس بتعرف تتكلم، في ناس بتعرف تعبر، في ناس بتحلل. يعني لما بنتكلم في التحليل الفني، لا، في ناس بتحب تتفرج وتسمع عليها وتشاهدها وتتعلم منها. تتكلم حتى لما حد بينتقد، عندنا نقاد رياضيين على مستوى عالي تسمع ليهم، اهلاويه وزملكاويه، وما كتير ما لهمش انتماءات. لكن في
ناس شغاله بقى على السوشيال ميديا، يعني يعني يمكن ناس كتيره بعتالي الهدف او الهدفين اللي جابه محمد شريف او الهاتريك اللي جابه محمد شريف في مباراه الاهلي الاخيره امام المقصه، وان كان هدف فيهم ما اتحسبش. احد الاعلاميين ان صح التعبير بيقول لك كان في حاله صعبه جدا، اول الجمله كتب كومنت هدف غير صحيح ورجع مسح، وبعد كده كتب هدف مش عارف ايه ورجع مسح، وبعد كده في ايه في ايه، ما تقعد على نفسك شويه. هو ما تتبسط يا سيدي الواحد بيجيب هدف وتبسط لغيرك بيجيب هدف للدرجه دي الامور صعبه عليك؟ يعني للدرجه دي فوز الاهلي بيضايقك وللدرجه دي تعلق الاهلي بيحرقك؟ حاجه صعبه بصراحه. ومفيش خبير تحكيمي طلع قال لك الهدف في اي شبهه، كله قال هدف صحيح مليون في المية مليون في المية. لا محمد شريف لا ده هو كمان شكك في هدف تم احتسابه، يعني ده انت راجل مش ممكن للدرجة دي مش شايف، يعني كان بيتفرج على تلفزيون اتنين بوصة فمش ممكن. لا 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 الناس دي بعض انت محمد شريف لهدف صحيح ملغي، انت عمرك طفت في الدنيا كارثة تسلل بالايد وفي فار للاسف، يعني ما شفناهاش بعد كده. فيعني كل ده مش هنتكلم فيه، لكن انا بقول للناس اللي بتحب تتكلم كده ولا تكتب كده، وانت عند اللي بتعمل مفتاح الضمير مبسوط كده وانت قاعد، يا لما كتبت الكلمتين دول وناس دخلت شتمتني كتير قوي قوي. اصل المشكله الناس دي تدخل تتفرج على التعليقات معظم الناس داخله تشتم، معرفش هل هو بيبقى سعيد بده، هل هو بيبقى مبسوط بده، ده هو مبسوط باهله لما بيتفرجوا ويخشوا على صفحته يلاقوا الناس عماله تشتم فيه، هل ده نجاح؟ لو ده بالنسبه له نجاح يبقى النجاح ليه معايير مختلفه. امر صعب. في ناس محترمه كتير، في ناس بتراعي ربنا وضميرها كتير، في ناس بتتحرى الصدق والمصداقيه بشكل كبير جدا جدا جدا، بتنتقد بادب، فالناس دي لما تنتقد تسمعها وتتعلم منها. في ناس يعني ترفع لها القبعات كده وتستفيد منها، ولما تنتقد لا تعرف الناس دي ليها مصلحه، ليها بتنظر للمصلحه العامه، ملهاش سبوبه ولا مصلحه ولا عشان ده ولا خاطر ده. الناس دي اللي تسمع لها. لكن للاسف برضه ده قطاع كبير من السوشيال ميديا موجود دلوقتي، ان الناس بقت بتدي اهميه، تلاقي فيديو نازل كام دقيقه شوف ده بيتقول ازاي وبيتريق على ده ازاي، وياخد شهره كبيره جدا. انت بمشاهداتك انت بتشهر الناس دي وبتشهر الاشكال دي للاسف، وهم بيبقوا مبسوطين بكده وعايزين بكده. هو طالع يكتب كلمه علشان الناس تاخدها وتتريق عليه، هو مبسوط بده، هو عايز المشاهدات دي والشتيمه دي والترافيك ده يعني ربنا يهدينا زعب مصر. لكن في الاخر المحترم محترم والناجح ناجح، والناس بتعرف وفي الشارع بتعرف ان ده قد ايه محترم بيراعي ربنا في اللي بيقوله، قد ايه ده اعلامي ناقد رياضي ولا صحفي ولا في اي مهنه حتى محترم لا خلاف عليه، حتى لعيب الكوره نفسه. وفي ناس الناحيه الثانيه لو شفتها ولا هتعبرها في الشارع حتى. طيب